وليبا جيم شيخ مؤمن سوما تقانيت اباه سوماليا كبنك خديفي دانك يساتا لكن وحا كترسن نك كبنك فرنفرديه او كوشن فرت كجبيه معلمك هو حسن سمتر كبن كو جبن جري صاحبنا الهي هو نخريستي انا حتى مرو ايتو جيم شيخ مؤمن ولالكيسا ماشي دغن ابراهيم شيخ مؤمن كبن ايتو اني هذا ما فهمي سماش انت انت يغو هيس كبن يغو هيس وحان قاداي وليبا هيستا تهيستا احمد بوغل ليبان الهي هو نخريستي تاريخ ده الدنيا يادو استباطال نمبا ميل كوتورتو اني غنا تسميستو غير كي هلكو تغي هذا ما فهمي سا يعني ابراهيم شيخ مؤمن او كنول اكوري مركا حسن شيخ محمود ميل شاري فرماج يري مريحانه وكسوب ما شنو مريحانه لا ديركا بو ديريا انو عانا كعبو تكرهن وصاحب بدي مريحانه كسوب في لده جاشني انا وي دقيين بصوح يا السياسة فوركي روح الربا إن ما أركي سأوح كنا نعيو ما يسقى هذا نيسو والله جوكات لبا وحان أوقع هاي واي حسن شيخ محمد قلول كان الله صوته بي هذا وحو كسو مغير وصوت شراء وكسو بحصدي قيل لإنا كارايو إن كلا مكاري كرا ما يكماري كرو معايا لي فراء لقايا عرر حتى نين اسكداف ناك فراء لقايا عرر نينك كورتي مادو ها كو حد مريحانا مارتي ميلاهان لا 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 هاي داير كو هيلن جوغ أمين محلا علسو أفركاي حمرو وياري سقو والله عوكل واركتين لولبانتا عيو عينا لولبانتا أمان وأمانة حسن شيخ اي اي وعينا ذلله امانه وامانه توكل امارته يدا كمبالي ميلها جوجي جرتي او ماركس دوسي اسغو وداي معني مقيس كسيسه حياه الكلب نقطي سيدي غرير اي او شيغي او دول بانته او دلاتاي دول بانته تانغي لا دحايو هل الله يي لهي بيكس فرا لا هيا اسم نوخين كرتو اي اي بقرك ير سماله اي دهي امان امان حد والبا وشقاله ريموت كالله هيا مركا هدي قبليه بسيدة اللي قلعي مدحوينة لن أفر لغا قاضي وصير لغا دوبي قيل لي واد اكتين حويك فيلا صوماليا قلبا وحرنا ومعركا يسي خوف قوصان سير كدوب المجرو وحل اوكي هايوا مركا اسكو صوت الدوب ولا ليال حسن شيخ محمود قيل لي ما كقو إكرا مايا هل مرو كقو إكرا مركو قبرك قلو قيل لي أما حسن مركو قبرك قالوا شعيلك إسكون مضي حسن شيخ محمود يقيل لي وامد قصبة يعني حسن ما تشعل قيل لي لكن دن واسيته تي بي ألف الواتقانا وحي أشقين جرين سيد عرباء أوكالي قف كي قبطان فيلني كدوب جرين قف تي بي ألف أي قعان كدقين يا قشن كانوا رون إيقان نبري مركا قيل لي معني حسن قيل لما تعليه مايا مركو سوء دوينا مركو أجو جبيا حسن ساسو مصا مايسنا لكن داني واسيتو وكو قسمي إنو معني عاشق معني هيسا عاشق وقادو أذا أجرة جالة أذا أجرة مدح وينة ولا ألك وين ولقا ماركتا ديقا نين تدبا بليان أو دولار صومالي أي كل هذا هاي يا أو ماركا يسير رالي قرين لو قدر هاي محيط هاي قيل رالي قرين تلسينا يا حمر مركو يمادي نقر رالي أهو ولقا ماركتا نقرها اللي أوك وقفني محيطها يقال لي قفك اللي قيست لباتها اللي قيست محيطها جبوتي هذي أصحان الله سمعين أيو أنا قا أصحان الله سمعين دارو دد كيسا كو مقن أو قدين تي ديقلي مرفلة دد كيسا قدين تي دنوذاك دد كودا قدين تي هوية دد كيسا قدين تي يعني الدربا كل ما تي معني حرين تجبوتي أنا قا أصحان كله أنا قا ما أركي سبلا فيس صومالي ولو إيمان كرا دار ربتين تقوني وقوص قاطة دار ربتين صومالي كسو بيرا أنا قا نحن ولا لها جبوتي قيل لي محيط هاي رالي قرين تلسينا يو يا أصحان كقار كا يعني قفك أنا قا أنا كقلنا محيط هاي بل إساقا من النباتيي بمبن نوصو حمباري قرح نوصو حمباري بلاي نوكي ني مسبين ما شيئين أولا ليان وعي هاي مركا نين كونت دي سيلا فقاي أيا سيدا السمين كرا بس ها ار واكا اني غاسي رنين رحوينا سوماي ار جيله ان رالي غرايو بكاس فرايغه ما هايو
wuxuu yahayna waan ognahay waan sheegayna hadda ma fahmaysaa marka walaalayaal horta madaxweynaha Soomaaliya waa ka soo tashanayaa buu yiri tashina aragaane waxaan rabaa inaan u gudbo yacni qodob kale laakiin waxaan ku hormarayaa oo aan rabaa inaan sheego wiilkan nageeyele leeyahay anig ilaa hadda ma xaqiijin karo in ma arkaysee macnihii uu shabaab u baxsaday in kale wiilkan waxaa la sheegay inuu isaaq u dhashay inuu ka soo jeeda beesha isaaq ma arkaysee macnihii yacni aadan sunni shabaabkan uu ka daba baxay baa la sheegaa laakiin qormadiisaan akhriyay hadda uu baxsaday baa lay lugtuu furay qormo qayb ka mid a ayaan akhrin doonaa oo hadda kahor uu qoray taariikhdu waxaa weeye sooyaal buu ciwaan uga dhigay salaaso december 24 2019 waaye qormada haafan ka soo qabanayaa maadaama ay dheedhahay nageeye qormadii uu qoray waxay ahayd axmed cabdi godane oo duqayn diyaaradaha maraykanka ay fuliyeen ku dhintay bishii sebtembar ee sanadkii 2014 waxa uu ahaa hogaamiyihii xarakada al-shabaab sida oo kale waxa ay dad badani aaminsan yihiin inuu ahaa shaqhsiga ugu saamaynta badan guud ahaan siyaasadda soomaalida qarnigan 21-aad koonfurta soomaaliya waxaa xilliyadan halbeeg u ahayd in qofka maskaxda badan hogaamintiisuna ay saamaynta leedahay loogu yeedho godane saasuu soo qoray wuxuu yidhi tusaale kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa laga soo wariyey in uu madal furan oo dad badan oo soomaali ahi ay joogaan uu ka yidhi haddii inamada yaryari al-shabaab aanay joogi lahayn dalka mar hore ayaa la qaadan lahaa sidaa oo kale waxa uu mar kale meel madal ah ka yidhi waxaa dhammaanteennu aynu suuragelin kari weynay oo hal maamul ah yacnii wuxuu leeyahay geelle ayaa madal wuxuu ka yidhi haddii ciidamada yaryar ee al-shabaab aan joogi lahayn dalka soomaaliya mar horea la qaadan lahaa buu yidhi marka godane nin saamayn low ahaa buu yidhi marka waxaan annaga suuragelin weynay al-shabaabaa suuragelisay marka shabaab waa dad fiican war u dhigma macnihi qoraal noocaasa ugu dambayntii bishii may 23-ka 2020-ka ayaan qoraalkan qoray qoraalkan 21-aad waaya si kastoo ay ahaataba macnihii wiilkan xasan sheekh maxamuud saaxiib bay ahaayeen waxa weeye markii dambena hadda waxaa la leeyahay lugtuu furay duurkuu galay awalna waxaan hore u aragnay dadka hargeysa ka soo jeeda inay dhihi jireen baydhabooy burbur muqdishooy qaraxa maasha allah galguduud adiga dhulka koonfurta oo dhan marka qaraxyada ay ka dhacaan gabar la yidhahda saar halgan oo fanaanad ah iyo dad fara badan oo siyaasiyiin ah iyo shacab fara badan si fagaara ay tay bannaanka soo istaagaan inay hambalyayn jireen qaraxyada ka dhacaya koonfurta soomaaliya shacabka soomaaliyeed ay ku lecenayaan waxaa isweydiin le marka yacni maxay dadka reer somalilan ay u galaan al-shabaab iyagoo al-shabaabna ku eedaynayay shacabka soomaaliyeed sida kuwii laascaanood laga soo tarxiilayay ee koonfurta soomaaliyeed ka soo jeeday soo ma dhihi karna marka argagixisada somalilan maamulkeeda iyagaa taageera oo dhaqaalaha laga qaado beeraha iyo madaxgooyada iyo mudullada ilan guri kasta soomaaliya koonfurta soomaaliya waagii hore mudullada iyo guryaha waa la iska dhisan jiray maantay mudul lama dhisan karo ilaa haddii la dhisanayo lacagaa dhiibaysa lacagtaasi muuse biixi iyo geelley u dhacdaa geelle waa sababta keentay soomaahan inuu walaac ka muujiyo in ciidamada abmis ay ka baxaan dalka soomaaliya iyo ameerikaanka taasoo uusan rabin oo isagu uu doonayo shabaab in aan laga dhammayn dalka in aysan toos u qabsanina leannahu hadday toos u qabsadaan quwadaha adduunka inay soomaaliya kusoo duulayaan sina afghanistan aan looga samrayn ayuu og yahay oo macnihi la tirtirayo la buufinayo haddii macnihii shabaab la baabi'iyana oo dowlad toos ay uga dhalato soomaaliyana in ay isagu macnihi ganacsigiisa dhib u macnihi u imaanayo oo soomaaliya aanu xukumi karin marka raali ahda waxaan rabaa inaan kusoo gooyo waxaan rabaa inaan kusoo gooyo aan kusoo gabagabeeyo walaalayaal wax yar i dulqaad wax yar i have to do something
وحير إيد الغاطة سمرية لوليقا وانصو صعدا كود وحنا وانسي ذا لابد سمرية لوليقا سحر الله يا فضودان وايا وحن ربا إنا كسو قوية وقدام بينتي مغالبا بيدابا قبل كباي وحلو ديدي سيدا او شاقي حل دبان بلاك مركو روح الربا انا ماشان كتع السيادة ايو انا اكو هدلا يمقع ورباهين ساوثن ميديا كوبريشن ورياش ايدا كميد كا اس ام سي انك الهي بان له حقي سانو نقن دونا مد لامي او كميد اه مسؤولين تا اقو حلوس هير ديقلي امريفلي قومية دمائلان بايدابانا عان كا اه ايا تير ربي اوتما دي صفكي لو بدنا ايو ادي كتاب كيس مديد الله كسيو الهي هون حريستو ehelka iyo qaraabada iyo qoyska uu ka baxayna waxa weey samir iyo iimaan buu ilaahay ka siiyo anaga naga wada siiyo laakiin nimay dhahan xil dhiman balaag ayaa idaacad soo istaaga wuxuu yiri walaalkaygi meedkiisi qabriga inaan ku soo hubsado ayaa la ii diiday baydhaba la iiga diiday lafta gareen iyo maamulkiisa ii diiday buu yiri meeshaas erey baan ka leena marka ugu horeysa qof haduu geeriyoodo iyo haduu san geeriyoonba qofka baladkiisa in loo diido sax ma aha dalku waa la wada leeyahay dhulkana waa la wada leeyahay laakiin qodob inaan ku daraan rabaa balaago adiga maxaa lagu diiday dadka kale maxaa lagu diidi waayay taana waa su'aal macni haajo hadii sidii futaari aan loo furin ma samaato dadka oo dhan maxaa lagu diidi waayay adiga lagu diiday waa qodob qodobka labaad su'aasha aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa weeye sacadna sacadag iyo weedha maxaa isku soo beegay intaan oo siyaasiin ahba ninkan uu la dhashay adiga keliga maxaad la soo qaylisay waa qodob qodobka saddexaadna waxa weeye haddii diidmada nafsadeeda aan ka hadalno ani ma aaminsan in lagu diiday bahashaan inay siyaasadaysan tahay aan aaminsanahay balaago shalay markaad araareeda aad ahaydeen ditor soobe halgamaagii digli iyo mirifle hawii daarood dhunta u galay siyaasigii cuslaa meydkiisi baydhabo in laga soo dejiyo soo ma diidin adiga mise been baan kaa sheegaynaa soobe markuu dibadda ku soo dhintay dhulkiisi baydhabo in laga soo dejiyo dadka wax ka diiday ma ku jirino markay araareen maxaa lagu shalay soobe maxaa ku diideen meydkiisi isagoo nool waa diideen soomaan isagoo dhintay maxaa ku diideen noo cadee taasi idaacadda imow dadka u sheeg soobe nin digli mirifl ahaa nin soomaali taqaanu ahaa isagoo nool baydhabo waa loo diiday soomaan adigana hadda adoo noolaa lagu diiday waaya markuu mayd noqday soobe adiga maxaa ugu diiday soobe baydhabo inuu tago manoo sheegi kartaa waxaad ugu diiday yacnii siyaasaduu ku dhex jiray siyaasad ka dhan ah siyaasadda adinka markaa aa wadateen arareen soomaan okay adiga marka hadda caano maa shubaysaa daraad markii aadan madooba lugta laga soo jiidaa shaqaale xun weeye aad lahayd shariif xasan aad u sacbinaysay iyo balash ya magaalada muqdisho yacni siyaasadda aa wadatay mid digilii miriflay ahayd mise waxay ahayd middii xasan cali qayre iyo sheekh shariif iyo habargidir ma wax kalaa waday marka macnihi dhulka aan imaado aan idin jajabiyo dadkii oo hadda daadadka guryaha ay ka jajabiyeen ilaa iyo 200 oo guri baa daad qaaday baydhabo sida la sheegayo aan idin barakicinno ma lagaa yeelaya adiga ma digli mirifla ka badan tahay waa qodob qodobka shanaad aan rabo inaan macnihi soo bandhiga waxaa weeye balaagow adiga haddii xataa wax aad mucaaradaysid iskaaga ma